السلام عليكم، شلونكم الاخبار الامور؟ طبعا هاي هنا بكندا الاراضي شويه يعني خارج المدينه بعشر دقائق بعشرين دقيقه الحكومه او الشركات اللي تقطع الاشجار عندهم برنامج يعني يبنون الاشجار. مثلا هسه هاي سيتي اوف موكتن، يعني المدينة مال موكتن هي المسؤولة، وهاي الشركة اكو شركة عندنا اللي تقطع اشجار مسؤولة على اربع مقاطعات اسمها ارفينغ. هاي هي المسؤولة اللي تزرع هاي الاشجار. شوفوها هسه هاي الاشجار طبعا شنو خالين علامات. هسه هاي من 1992 زارعينهن هاي، فأكو تقطيع وأكو تسجير. طبعا هاي من يا سنة من 92 مزروعات، وأكو قطع أراضي يعني هم قطعين الشجر وزارعينهن من الثمانينات، من الثمانينات زارعين الاشجار. فهاي الشغله الحلوه هنا بكندا انه مو بس يقطعون اشجار، لا يقطعون ينظفون الارض تصير ارض عدله وبعدين يزرعوها للمستقبل على مود ما تصير ازمه بالاشجار. هاي طبعا كلها مثل المزارع يعني مال اشجار. وتحياتي وسلامي للجميع.